FM. الكلمة ليك. حاضر معنا مدام أمل قاسم رئيس فرع العاب القوية بجمعية النسر الرياضية. سمعي مرحبا بك مدام. شكرا شيراز على الاستضافة وتحية لكل مستمعي كافة فين. يعيشك أمل. ورئيس زيادة لجنة الإعلام للدورة 22 اليوم الوطني للعدو الريفي بالصمعة. قبل ما نحكي على الإيفنمون هذية نعرفوا تعريف الصغير بالجمعية متاعكم جمعية النسر الرياضية الصمعة. جمعية النسر الرياضي الصمعي هي جمعية عريقة تأسست سنة 1961 برئاسة المرحوم أحمد التيجاني وتحت إشراف في الموسم هذا الرئيس نجيب بن ذيا. الجمعية هذه أنجبت العديد من البطلات الأولمبية والعربية والوطنية. نجم نذكر على سبيل المثال البطلة شدلية الحمامي، راضية القروي، وأخيرا البطلة العربية لسنة 2014 مريم التويتي في اختصاص 400 متر و 200 متر. الجمعية متاعنا تضم ثلاثة فروع: فرع ألعاب القوى، فرع كرة القدم، وفرع تنس الطاولة. من أهم أهداف الجمعية متاعنا إن شاء الله هي بعث صنف أكابر لكرة القدم، تعشيب الملعب البلدي بالسمعة، وأخيرا إنجاز قاعة خاصة لفرع تنس الطاولة. هذوما اللي موجودين في التعريف صغير بالنادي نتاعكم. بسطة صغيرة للنادي نتاعكم. شنو ناقص النادي ألعاب القوى لهنا؟ إمكانيات ولا تجهيزات؟ بالنسبة لي نحن قاعدين نسعى باش نوفروا لزاتليت متاعنا التمويل وتجهيزات الكافية. بون نحن ناقصين شوية تجهيزات كونسرنون لي سيرفاتمون، شوية دي بوان باش العداء يكون مرتاح في تعاطي النشاطات الرياضية متاعو، وان شاء الله نسعى باش نوفروا الحاجة هذه بإذن الله. ما توفروها انتم ولا طلبتوا من السلطات الجهوية؟ الحقيقة نحن نسعى باش نوفروا نحن، وزيدا بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهوية في الجهة باش يحاولوا يعاونوكم ويدعموا النادي هذايا. خاطر جمعية كبيرة وعندها صدى كبير في الجمهورية التونسية الكل. بالنسبة للمنخرطين، بالنسبة للمنخرطين متاعنا في ثلاثة فروع 280 مجيس، من ضمنهم في فرع ألعاب القوى 67 مجيس. معناتها يتسمى عدد باهي، ناس قاعدة تتبع معناتها في جهة السمعة تحب الاتليتيزم وقاعدين يجيو يشاركوا. نحن في السمعة معروفين بالاتليتيزم. كي تقول العدو الريفي في ولاية نابل تقول مدينة السمعة، خاطر اون بلوس ننظموا اليوم الوطني الوحيد في الجهة معناتها يهتم بالعدو الريفي. وكونسرنون الأولياء قاعدة تسعى باش تشوف أنا environnement favorable للتربية الصغار نتاعو، هكا تشوف معناتها فما حاجه اللي ينحرفوا الحاجات ولا ينجزوا الحاجات اخرى. يولي يقول لك يجيو للصغار للرياضه خير العاب القوى. هذا فيما يخص العاب جمعيه النسر الرياضي السمعي حكينا عليها بس تخفيفه. بعد شويه بعد الاخبار نحكيوا على ليفينمون هذا واخر تحذيراتكم لتنظيم اليوم الوطني للعدو الريفي بالسمعه اللي باش يكون ان شاء الله نهار لحد. نحكيوا باكثر تفاصيل عليه بعد الاخبار. ابقوا معنا، راجعين في كونتر اتاك. الاربعاء غير باع، مرحبا بكم، رجعنا لكم في برنامج كونتر اتاك الجزء الاخير لليوم. بعد ما حكينا هوند فوت كان الجابون ومونديال فرنسا 2017، كنا حكينا مع أمل قاسم اللي حاضرة بحضنا، نرحب بها من جديد على جمعية النسر الرياضي السمعي. عرفنا تعريف صغير بالجمعية هذه، نحكي طبعا على الإيفينمون اللي باش يصير اليوم الوطني للعدو الريفي اللي باش يصير نهار لحد. وقتاش وكيفاش السيركوي متاعكم؟ تفاصيل على اليوم هذا. بالنسبة لليوم هذا إن شاء الله هو يوم وطني بشير للعدو الريفي، نش يكون نهار لحد 15 جانفي 2017. منظمته جمعية النسر الرياضي بالسمعة تحت إشراف الجامعة التونسية للعاب القوى للألعاب القوى والرابطة الإقليمية للوطن القبلي لألعاب القوى، وكذلك بلدية السمعة. اليوم هذه باش يكون الدورة 22 للمرحوم خميس بن قمرة اللي هو من أهم الفاعلين في النهوض برياضة ألعاب القوى في الجهة، وكان عضو في الجامعة
الجامعة التونسية للألعاب القوى. إن شاء الله الشعار متاعنا شيكون شعار الرياضة أخلاق أو لا تكون. كما حكيت لك قبيلي قلت لك رانا نحن البيت متاعنا هو تربية صغيرات متاعنا والعدائين قبل الرياضة، ومن أهم الأسس متاع التربية هي الأخلاق. إن شاء الله باش يكون حاضرين بحذانا 1500 عداء من كافة جمهورية تونسية. إن شاء الله باش تصير سباقات في جميع الأصناف من صغار الدنيوات إلى الأكابر، وكذلك باش نضيفوا سناء كما ضفنا عامناه لفيتيرون ستادير القدماء متاع ألعاب القوى. إن شاء الله باش الإيفينمون باش يبدأ إن شاء الله 8:15 باش نجمعوا العبيد الكل 8:15 تاع الصباح باذن الله قدام النادي قدام بلديه السمحه. ومن بعد نقوموا بتحيه العلم في الساحه نتاع ليفينمون، واول مسابقه باش تبدا 9:30. الهدف نتاعنا من اليوم الوطني هذايا هو تطوير رياضة ألعاب القوى بربوع ولاية نابل وكذلك بتراب الجمهورية التونسية، بالإضافة إلى مزيد إشعاع رياضة ألعاب القوى في الجهة، وكذلك تنمية القدرات الذاتية للعدائين لمواكبة تطور رياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والعالمي. دونك مفلا مختلف الأعمار موجودة، الأصناف باش تشارك، يشاركوا من صغار لكبار، بنات وأولاد ينجموا يشاركوا في المسابقة هذه. بالنسبة للمسابقات واش تكون توتلي كاديكوري من صغار الدنيوات، صغار الأداني والدنيوات الأداني حتى الصنف سينيور وجينيور. وقلت كما قلت لك حتى اللي ما فيش لي كاتيجوري هذه عملنا ولا قدماء اللي حبي يجي يشارك فيه، حتى انسان ما هوش يتعاطى في رياضه العاب القوى في الجمعيه ويكون هو موتيفي للسبور ويعمل سبور اور الجمعيه جم يشارك فيها. ولا يجي الدعوه مفتوحه للناس الكل اللي تنجم تجي تشارك. شنو تنجم تقول فرصه توا الميساج تحب توصله باش يزيدوا يعاونوا للنادي هذايا، خاصه كما قلت سمعه معروفه بالعاب القوى، باش يزيدوا يحسنوا من الجمعيه هذه الكل للصغيرات باش تجي تشارك وتلقى وين تمارس الرياضة هذية. شنو تطلبوا بالضبط؟ قبل شنو نطلبوا بالضبط، أنا توجهنا باستدعاوات لكافة المسؤولين الجهويين والمحليين والوطنيين لمواكبة والإشراف على هذا اليوم. أما بار إكزومبل معتمد بن خيار ولي نابل وزير الشباب والرياضة المجتمع المدني الجمعيات وكذلك الأحزاب السياسية الناشطة في الجهة وفي الوطني، معناتها معنا حتى مشكلة. حاجة مهمة أنهم يحضروا بالطبيعة نحن إيفينمون فيستيفال في مدينة السمعة وفي ولاية نابل كلها عنده إشعاره على الصعيد الوطني، دونك على ذلك توجهنا للإشراف من قبل المسؤولين هذه الكل. إن شاء الله إن شاء الله يكونوا حاضرين على الأقل ممثلين على المسؤولين هذوما يكونوا حاضرين في الإيفينمون هذه الكل به للنادي، وكيف كيف يحاولوا يشوفوا شنو النقائص ربما المشاكل اللي يعاني منها النادي ويحاولوا يدعموه. بالنسبة لي نحن قاعدين نسعى وباش باش نتوجه المسؤولين هذوما الكل باش يوفرونا الامكانيات وتجهيزات اللازمه للفروع الكل، مش فرع العاب القوى ولا نميزوا بين فرع فروع وفرع الكل فروع الكل. نحن نسعى ونحبوا السلطات الجهويه والمحليه الكل تعاوننا وتقف معنا باش نمهضوا بالرياضه على المستوى المحلي او الوطني، معناتها كيف كيف. وان شاء الله وتوجهنا كذلك الكل الاذاعات التلفزيونيه والمسموعه وتوجهنا لكنتكم، ان شاء الله العباد الكل تكون حاضره بحذنا وتغطي هذا الحدث، وان شاء الله تكونوا سند للرياضه التونسيه وللشباب التونسي. ان شاء الله ان شاء الله الناس الكل اللي قاعد تسمع فيك ان شاء الله تحضر بكثافه بعدد كبيره في الايفينمون هذا. نذكر نهار الاحد 9:30 نتاع الصباح قدام بلديه السمعه، يجيو يشاركوا ثمانية وأربعة قدام البلديه السمعه المشاركه في اليوم الوطني للعدو الريفي. نخلي لك كلمه شنو تحب تقول كسوا على النادي نتاعكم ولا على بما انك انت رئيسه الفرع العاب القوى ولا على العاب القوى، شنو تحب تقول عمل نتوجه للسلطات المحليه والجهويه باش تتعاون مع جمعيه النصر الرياضي بالسمعه اللي هي جمعيه عريقه وتتفاعل معنا باش ننهضوا بالرياضه في الجمهوريه التونسيه، وان شاء الله كلنا نسعاو من الوضع اللي نحن فيه باش ننهضوا بشبابنا بالرياضه متاعنا،
ونقول لك تحية تونس. يعيشك يعطيك صحة. أمل قاسم رئيس فرع العاب بالقوة بجمعية النصر الرياضي سمعي ورئيس لجنة الإعلام للدورة 22 اليوم الوطني للعد وريفي اللي نذكره نهار الأحد هذايا 15 جانفي 2017 انطلاقا من 8:15 قدام بلدية سمعي. يعطيك صحة لحضورك معنا وإن شاء الله تنجح الدورة هذه والدورات الكل بالحظ والتوفيق لكم أنتم كفرع العاب القوة وكنادي بصفة عامة نادي جمعية النصر الرياضي يا سمع. ماش عندك حاجة تحب تزيد تقولها؟ شكرا شيراز على الاستضافة. مرحبا وإن شاء الله نكونوا نحضروا بحذيكم دي طنزان طن ويكبوكم بآخر مستجداتنا في الجمعية. مرحبا كل ما عندكم جديد استوديو مفتوح لكم تجيوا وقت اللي تحبوا. كابافان الكلمة ليك.